بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا المواطن العراقي اسمي عمر رعد، جاي حاب أزرع شعرنا في تركيا مستشفى كلينيك إكسفيرت. طبعا مستشفى كلش مرتبة وراقية، تعاملهم كلش حلو، وأشكر على حسن الضيافة. وزراعة الشعر بدون ألم أو بدون مشاكل، بالعكس يعني زراعة سهلة، وأنصح كل واحد يجي يزرع، خلي يجي المستشفى كلينيك إكسفيرت. ناس راقين ومرتبين، زراعة سهلة ما يحتاج لأي صعوبة.